السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الشرح ديال الروايه ديالنا إلي تيت اون فوا ان فيو كوبل اوغو ديال الكاتب المغربي محمد خير الدين. وفي هذا الفيديو غادي نبداو الشرح ديال لو شابيتر 4، يعني لو شابيتر 4 راه طويل شويه، يعني غادي نقسموا لعده فيديوهات باش هكا لي فيديو ما يجيوش طوال وفي نفس الوقت ما تحسوش بالملل. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا البارتي الاولى ديال لو شابيتر 4. كنتمنى انكم تخليوا لي دعوه الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء والامهات ديال المسلمين، ونبداو على بركه الله بارتي 1 شابيتر 4. لو فيو بوشعي بغا كونطا ليفينمو ا سا فام. في لو شابيتر 3 شفنا انهم داروا واحد الذبيحه، واحد الاضحيه في داك الجامع ديال القريه، يعني ذبحوا جوج ديال العجوله وفرقوا داك اللحم ديال العجوله على كاع الاهل ديال القريه، كل واحد خد لاباغ ديالو. وفي نفس الوقت داروا وجبه جماعيه اللي حضروا فيها غير الرجاله والعيالات ديال الدوار، هما اللي وجدوا داك الخبز وداروا واحد الطاجين ديال الخضار واللحم وداك الشيء، حيت ما بغاوش يديروا السوس حيت كياخذ الوقت بزاف. ملي جابو شعيب الدار وجمع داك الحق ديالو تا هو ديال اللحم، غيعاود للزوجه ديالو كيفاش داز النهار في الجامع. مي سيت افير دوم نو لانتيريسي با، وني هاد الموضوع هادشي ديال الرجاله ما يعني ما اهتمتش به الزوجه ديال بوشعيب اللي قلنا ما عارفينش الاسم ديالها. ال ابريسيا نيو موا لو لو دو فيوند كو لو فيو افي رابورتي، اللي عجبها اكثر هو داك اللحم اللي جاب بوشعيب، يعني الحق ديالو اللي جاب عجبها وقالت ليه مزيان، يعني ما اهتمتش بالشيء الاخر اللي كان كيقول ليها. تي بور اون فوا تشيني غا با او سوق ديتال، قالت لي مزيانه تتهنيتي ما بقيتيش غادي تمشي للسوق. سي اوسي بيان ريبوندي لو فيو، جاوبها العجوز بوشعيب قال لها وي عندك الصح. نو زافون تو سو كيلفو ايسي بوغ او موان كان جور، قال لها كاع داكشي اللي غادي نحتاجو للمده ديال 15 يوم عندنا في الدار، يعني عندنا اللحم وعندنا المسائل الاخرى كاملين، ما غنحتاجوش اننا يعني ديبلاصو باش نتقداو. كيسو كو تي فو بوغ سو سوار دو ليفغ، قالت ليه الزوجه ديالو، قالت ليه شنو بغيتي زعما تاكل في هاد العشيه هادي، واش بغيتي تاكل الارنب البري؟ إلا اون غيست اونكور، قال لي واش باقي منو حيت ديجا طيبوه في لو شابيتر اللي قبل. وي قالت لي اه، الوغ بريبار لو، قال لي صافي مني باقي سيري وجدي لينا شي حاجه. Ils étaient assis sur une natte de jonc dans une petite pièce rectangulaire. بوشعيب والزوجة ديالو جلسوا على واحد الحصيرة في واحد البيت، بيس يعني واحد البيت اللي هو ريكتانغولير اللي مربع، كي دوني ديريكتومون سور لا فالي، اللي كيطل مباشرة على داك الوادي. On voyait nettement la cime des grands palmiers dattiers et quelques vieux caroubiers plus près de la maison. وكانوا كيشوفوا من ديك البلاصه فين جالسين، كانوا كيشوفوا القمه ديال ديك النخلات اللي طويله المثمره اللي كتبان لهم بشكل واضح، ودوك الاشجار ديال الخروب اللي قريبه من المنزل، يعني هما جالسين وكيتناظروا في نفس الوقت. On entendait le croissement des corbeaux réfugiés sur les palmes, le roucoulement des tourterelles dans les oliviers et les arganiers et les stridulations insistantes des cigales. يعني هما جالسين وفي نفس الوقت كيتصنتوا دوك الاصوات اللي كيدير داك الغراب وغريغر ملي كيكونوا خشيين دوك الاشجار ديال الزيتون وديال الارقال. المهم كاع دوك الاصوات اللي كيصدروا دوك الانواع ديال الطيور كيسمعوهم بوشعيب والزوجه ديالو في داك البيت اللي كانوا جالسين فيه. ا ان مومون دوني، في واحد اللحظه، ان كو دو فو كلاكا، واحد الصوت ديال القرطاس تسمع. بوشعيب الا غوغاردي بار لا فونيتر، بوشعيب مشى باش يطل من الشرجم بوي ايلدي، من بعد قال سي حماد كي شاص لو كوربو، هذا غير حماد اللي بارك كيصيد في الغراب. سافام اي مالاد، الزوجه ديالو مريضه، ال بوزوان دو لا شير دو سو فولاتيل، هي محتاجه الزوجه ديال حماد محتاجه انها تاكل من اللحم ديال هاد الطائر. لا بوفغ، المسكينه، الي بلو جون كو توا، قال لها راه باقا صغيره عليك نتيا، مي سي ايبويزي، ولاني تهلكات باغ سي غروسيس، بدوك الولادات الكتيره كتولد بزاف هادي تاهي ما عندها ما يدار، المهم بكثره الولاده صافي تهلكات الصحه ديالها، كالتيا ابان دوبو، يعني بالكاد كتقدر انها توقف على رجليها، يعني مبقاتش كتقد توقف على رجليها بسهوله بكثره الولاده. او نو لا فوا جامي او نو سي با اكوا ايل غوستومبل، قالت ليه الزوجه ديالو ما عمرناش شفناها ما عارفينش علاش كتشبه، شكون هي داوين هنا على الزوجه ديال حماد.
سيتين غوكلوس هاد زوجة ديال حماد، يعني هي واحد السيدة اللي انطوائية. حماد نام بافواغ تخيني سي فام دوغ، ما عزيزش عليه عيالات اللي كاينين عنده في الدار انهم يخرجوا برا. اللي سينيوري بلوتو كيفضل زعما انهم المهم بواحد المعنى انه يذبحهم على انهم يخرجوا ويبداو يتسكعوا ليه في القريه. سو سوري دوماج سي في سون بيل، قالت ليه للاسف بناته زوينين. بيرسون نو بو لوغ مونكي ديغار، قال لها حتى حد ما يقدر يتجرأ ويقلل الاحترام على البنات ديال هاد حماد. اون كوني ليسبري دو فونجونس دو حماد، راهما عارفين مزيان وكلشي عارف داك الحس الانتقامي اللي عاد حماد، يعني شي واحد اللي لبس اللي على بناته عرف راسو راه مشى الروضه. إل فا دونك لي فوندغ أو بلوس دو فخون، هاد حماد غيبيع بناتو ماشي غيجوجهم، باغي هو يبيعهم لأي واحد غيعطي تمن كتر، يعني اللي غيعطي بزاف في بناتو هو اللي غيدي هاد الدريات هادو. أون دي دو لوي كي لا تويي أو موان سون بيغسون أفون لاغيفي دي فخونسي. الزوجة ديال بوشعيب قالت لي هنايا راه كيقولوا واقيلا قاتل على الأقل واحد 100 شخص قبل ما تدخل فرنسا هنايا. او بوكو بلوس، قال لها لا راك كثر من هذا العدد اللي قلتي انت. نيل نو كوني لو نومبر اكزاكت دو سي فيكتيم، قال لها حتى واحد ما عارف العدد الحقيقي ديال الضحايا ديال حماد. الي تي لو ميتر دو لا ريجيون بور انسي دير، قال لها بغينا نقولوا راه كان هو كما كنقولوا اللي حاكم المنطقه تمايا وكلشي كيخاف منه، كان كما كنقولوا حنايا في جهه الشاويه هو داك الصعيصعه ديال المنطقه، يعني اللي شافو كيقلب الطريق باش ما يدوزش من حداه. مي اوجوردي ان لوي غاسكو سون فوزي دو شاس، واني دابا ما بقى عندو لا هيبه لا حتى شي حاجه، يعني دابا بقات عندو غير ديك البندقيه اللي كيصيد بها. كوم لي طون اون شونجي اي، قال زعما قال الوقت تبدل، يعني بكري كانت عندو الهيبه وكلشي كان كيخاف منه وكان مسيطر على القريه وداكشي، ولكن دابا الوقت تبدلات. مي إلي توجور كخان، ولاني قال لها شوفي ولاني راه كلشي باقي كيخاف منه، يعني كلشي ما كيبغيش يجبد معاه الصداع. وي اوسي نو فريكونتي بيرسون، قالت راه حتى شي حد ما يعني ما كيمشي عنده ولا كيزورو. كي فريكونتي ان اونسيان تيور، شكون باغي يمشي يزور قاتل اللي هو قديم ويعني معروف انه كيقتل عدد كثير ديال الناس. سي سومبلابل سون مور دوبوي لونطون، يعني صحاب ديالو ماتوا شحال هادي. إلي تو سول مانتونون تو سول، قال لها دابا راه هو بوحدو ما كيمشي عندو حد ما كيجي عندو حد. سيغت مي سوليد اي دونجوغو اوسي دونجوغو كان كوا دي جيبت، قال لها هو بوحدو ولكني راه باقي قوي وباقي كيخلع، يعني باقي خطير، وهاد الخطورة ديالو كتشبه لديك ديك الأفعى أفعى الكبرى المصرية. أسي باغلي دو سا بريبار نو دونك أن بون تي، قال لها صافي حبسي الهضرة زعما على هاد حماد هذا ونوضي تقعدي صوبي لنا واحد البراد ديال أتاي. celui que j'ai pris à la mosquée était infect، قال داك الاتاي اللي شربت في الجامع اللي عمرو لينا ما عجبنيش، يعني ما كانش زوين. tu n'entends pas chanter la voix، قالت لي واش ما سمعتيش زعما الصوت ديال داك المقراج راه كيطيف فوق البوطه باش نعمر اتاي. سي قال سمعتو سمعتو. veux-tu des amandes grillées، قالت لي واش بغيتي شي لوز مقرمل. des amandes et des dates، كيتشرط عليه بوشعيب، قال لها جيبي ليا اللوز زعما محمر وجيبي ليا معاك حتى التمر. الابورتا لي فريونديز، مشات هاد الزوجه ديال بوشعيب وجابت لي هاد السكاكر اللي بغا وهاد الحلويات، زعما جابت لي اللوز وهذا والتمر. ايل ايمي لي فخويساك، بوشعيب عزيز عليه ياكل هاد لي فخويساك، يعني اللوز والقرقاع وداكشي. سيدات فيان دالجيري، غيبدا يفهم هنايا، قال لي هاد التمر هذا راه جا من الجزائر، بلو اكزاكتومون دو بيسكرا، يعني جا من هاد المنطقة ديال الجزائر بالضبط. ال سون دو لوا لي ميور، يعني هاد التمر هذا يعني راه هو جا من بلاصة بعيدة ولكن راه زوين. طخو سكخي، حلو بزاف. سي سوكي لي ديفيرونسي دي دات لوكال، هاد الحلاوة ديالو هي اللي كتميزو على الحلاوة ديال التمر اللي كاين في المغرب او في المنطقه. سي لا فال تري شير، هاد التمر هذا ديال الجزائر اللي كيتم الاستيراد ديالو كيتباع بثمن غالي. او نو بو با لي مونجي كون بيفون دو لي، مايمكنش لينا ناكلو داك التمر بلا ما نشربو معاه الحليب حيت حلو بزاف. سي سو كون في لي توغ، قال ليها هادشي هذا هما اللي كيديروا هاد الروحه لي توغ وكيشربوا الحليب مع مع التمر. اتي ديجا فيو دي توغ، قال لها واش فايته شفتي انت هاد لي توغ. ان نو ريبوندي با، ما جاوباتوش.
شويه نو سو سون دي نوماد كي بوسيد دي مونستروبو. قال لي هادو واحد المجموعه ديال الرحال اللي كي عندهم واحد القطعان اللي هي كبيره بزاف، مي انه موش براتيكمون با دو فيون، ما كياكلوش بزاف اللحم قليل. ايل فيف سولمون دو لي دو شاميل اي دو ديت، عايشين فقط بداك الحليب ديال الناقة والتمر. يسون بارتيكوليرمون الوليني راهم قويين بزاف، يعني بدنيا الصحه ديالهم مزيانه. دي بيربير كومنو، يعني حتى هما بربريين بحالنا. لوغ فام سول سون لي تري، والنساء ديالهم قاريات. اليز اي ال ايكريف، يعني كيعرفوا يقراو وكيعرفوا يكتبوا. الكونيسي لا في ايكريتور بيربير، كيعرفوا الكتابه البربريه الاصيله. في فينير الكتابه بالامازيغيه. اي ال كومبوز دي بويم اي دي شونسون، كي هاد النساء ديالهم كيقدروا حتى يديروا يكتبوا قصائد واغاني. اون ديغي كو تو لي كوني بيان، قالت لي باين عليك انك كتعرفهم مزيان، يعني كتعرف هاد لي توارك مني تعرف عليهم هاد المعلومات عليهم وعلى الزوجات ديالهم واش كياكلوا واش ما كياكلوش. غيجاوبها وي، قال لها اه. جي ايتي سباهي والصحراء مي جي ديزيرتي، قال لي انا راني كنت زعما في داك العسكر واني هربت. اي كون او ما غاتخابي ومني شدوني او ما جوتي اون بريزون، داروني في السجن. جي باسي 5 دو ما في دون لي بريزون ميليتير، دوزت 5 سنين من حياتي في دوك السجون العسكريه. جي كاسي دي بيير سو لو سولي اردون، يعني هرست الحجاره تحت ديك الشمس الحارقه. جي طونتي مانت فوا دو مي فادي، حاولت عدة مرات أنني نهرب، مي أو ما غوبخيوني دائما كيشدوني. غويي دو كو إي أونشينيي أ دي بولي لوغ كو جو تخيني ديغيغ موا، وكانو فيما كيشدوني كيربطوني بواحد الكرات ديال الحديد اللي هي تقيلة، وكيربطوه مزيان باش ما يعاودش يهرب مرة أخرى. وهادشي كيف يعني فيما كيتحرك كيولي كيجر داكشي معاه، يعني ما بقاتش ديك الحركه ديالو ساهله، يعني تقلوا ليه المشيه ديالو باش ما بقاش يعاودها. كون جافي سواف، قال ليها مني كنت كان يجيني العطش او مو غوفيزي لو، ما كيبغيوش يعطيوني الماء. او نو نا با بور توا، كانوا كيجاوبوه وكيقولوا ليه راه حنا ما عندناش المالك انت، يعني واش عيب مني كان كيبقى يهرس في داك الحجر تحت الاشعه ديال الشمس وجار داكشي اللي مديرين ليه باش ما يعاودش يهرب مره اخرى. كان كيشحف كيقول لهم عطيوني الماء، ما كيبغيوش يعطيوه الماء باش يعذبوه. تي نو مافي جامي راكونتي سا دي لا في، يعني العجوز قالت له واش عيب حتى شي عمرك عاودتي ليا، ما عمرك عاودتي ليا راك مدوز زعما الحبس 5 سنين. اكوا بون، علاش غادي نعاود لك؟ تو سي كتعرفي سو سون دي شونسون امبورطون، هادشي هادشي ماشي شي حاجه اللي هي مهمه. دي شونسون امبورطونس، حوايج اللي ماشي مهمين. تو اوغي بوي ليسي تا بو، قالت لي راه زعما راك كنتي غتموت. دوطخ اون سوفير بلو كو موا، قال لي راه كاين وحدين اخرين عانوا كثار مني. ايل نو سون بوا مور فا سي لو مورال كي كونت، قال لي شوفي هادشي ما كيهم زعما لو مورال، يعني المورال هو اللي مهم، ماشي زعما تماره وشي الاخر اللي كانوا كيدوزو عليه. ال سيرفي لو تي، يعني العجوز كبات اتاي ليها والبوشعيب. لا بيس ايتي فريش بيان كيل في دور اون تومبيراتور دونفير، قالت البلاصه هذاك البيت اللي كانوا جالسين فيه ديك الغرفه كانت بارده بالرغم من ديك الحراره الجهنميه اللي كاينه في الخارج. تي بونس توجور ا طون غيف دوموندا لا في، سولاتو العجوز قالت لي واش باقي كتحلم بنفس الحلم. مودي سواتيل، قال ليها عليه اللعنه. Il revient toutes les nuits، دائما هذا الحلم كيجيه كل ليله. كوم ان فونتور prêt à fondre sur un malheureux blessé، بحال شي نسر اللي كيجي وباغي غير ينقد على داك على داك الجريح المسكين. اوبلي لو دونك، قالت لي صافي نسالك هذا الحلم هذا. سي لوي كي نو موبلي با ديتيل، جاوبها واش عيب، قال لها راه هو اللي ما بغاش ينساني، هو اللي كيبقى يجي كل مره عندي هنا داوين على الحلم اللي كيحلم بيه واش عيب. اللي قلنا كيبغي يتسلق واحد الشجره ديال اللوز باش يهز الاغصان ديالها ويطيح اللوز وياكلو، كيفقد التوازن ديالو وكيتكربع وكيطيح وكيفيق بوشعيب. هذا هو الحلم اللي كل مره غنبقاو نهضروا عليه في هذه القصه هذه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.